يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا، ويوم جديد ونهارك سعيد. النهارده 24/2 هنكون موجودين معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره من خلال برنامج نهارك سعيد. اسمحوا لي في البدايه اصبح طبعا على ايمان ومي. صباح الفل. صباح الخير. ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام. صباح الخير يا تمام. دينا. صباح الخير يا مي. صباح الخير لكل مشاهدينا. النهارده معانا فقرات كتير جدا في نهارك سعيد زي كل يوم. بنبداها بفقره الصحافه، هتكون مع الصحفي طارق سعيد مدير تحرير جريده الكرامه، وهتكون فقرة الصحافة تكون مع دينا. وهيكون معانا ايه معايا تاني؟ صباح الخير مرة تانية كل بيتابعونا. على النهاردة كل الفقرات اللي معانا اعتقد فيها بريك شوية عن السياسة، فهنتكلم في اكتر من موضوع، مواضيعنا مختلفة. في يعني هو موضوع غريب جدا، بس كل الناس اعتقد في مصريين كتير جدا بيعانوا من السمنة. في ناس بتتبع دايت وفي ناس ما بتستحملش الدايت فبتلجأ لعمليات وجراحات زي مثلا تدبيس المعدة. الجديد بقى عملية تصغير المعدة الاجدد ان هي عن طريق انسان الي، فانا يعني مش عارفه مش دكتور إنسان ولا انسان الي ولا يدخل جوانا، بيقولوا بمساعده انسان الي. خلي اكتر يعني الدكاتره هيكونوا موجودين معانا هما اللي يشرحوها لنا. معانا دكتور محمد المنسي استشاري جهاز الهضمي المناظير بالقصر العيني، ودكتور مها رداميس اخصائيه التغذيه العلاجيه وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج السمنه. نعرف انسان الي روبوت ده ممكن يعمل ايه فينا. خلينا كمان نقول عندنا فقرة مهمة جدا عن استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية ودور المسلمين تجاه ما يحدث في مسجد الأقصى، ودي فقرة مهمة جدا هتكون مع إيمان، وهيكون فيها دكتور عادل مراغي أستاذ بجامعة الأزهر وخطيب الجمعة بمسجد النور بالعباسية، عشان متهيألي ده كان الحاجات المهمة جدا اللي لفت نظرنا أيام الانتخابات طبعا. استخدام سواء الكنائس أو المساجد في الدعاية الانتخابية، فمتهيألي فقرة يا رب ما تتكررش بس في انتخابات الرئاسة كمان، يعني تكون يعني وقفت لحد انتخابات مجلس الشعب. والله لو كان في اكشن اتاخد في الايام اللي في يعني الحاجات دي ان شاء الله ما نشوفهاش مرة تانية. يا رب. طيب هيكون معانا كمان فقرة عن المؤتمر السنوي لطلاب كليات الهندسة. هيكون معانا في الفقرة إسراء الشريف طالبة كلية هندسة وهشام أسامة، وهنعرف لماذا يقام هذا المؤتمر، ويعني وايه الأساس اللي بيتبني عليه، ويعني بنعمل المؤتمر ده ليه؟ هنعرف منهم النهارده لان حاجه مهمه جدا. في برضو فقره اخيره معانا مع الناقد الفني عادل عبد الله. في اعتقد اخبار كتيره جدا حصلت عن الفن الفتره اللي فاتت، اخرها خبر كنا بنتكلم فيه كمان عن شيرين عبد الوهاب. هو خبر محزن بصراحه ان شيرين عبد الوهاب مطربه كبيره ومطربه كل المصريين بيعتزوا بيها جدا. انا سمعت كمان ان هي نقلت اقامتها بيروت بقالها فتره، بس وفي نفس الوقت ليها ألبوم في السوق وموجود ومكسر الدنيا. بس في نفس الوقت لما تسمعي ان خبر عن مطربه بيتم منعها من الغنى في بلدها، وبالذات لان شيرين واضح كمان ان هي ترابل ميكر شويه، من نوع بتعمل مشاكل وفي نفس الوقت بعد كده بترجع بتعتزل لما بتكتشف ان هي زي ما بيقولوا ساعات كمان هي تلقائيه قوي في كلامها، بس طبعا ده بيخسرها ناس كتير. بس فكره كويس ان هي يعني بتعمل حاجه بتعتذر، يعني مهم مهم. وكمان ان يكون الفكره نفسها ان موضوع شيرين عبد الوهاب هو مع نقيب الموسيقيين الفنان ايمان البحر درويش، وده هنعرف تفاصيله مع مي طبعا مع الناقد الفني عادل عبد الله. يلا نبتدي بقى نهارك سعيد، ونبتدي معاكم بفقره الصحافه. خليكم معانا.